بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيثما يستمع السلام الربي في اللون جميع ذا الرحمة سيدي ربي ذا البركات. نطلب سيدي ربي أغني وفق وغني يوشا ولا قلن يحلان باش أنا هنيني، ونحمد سيدي ربي قلن يسخل دانا غير رمضان باش أنا هنزوم ونزال شي كتب من ربي ونقرا شي كتب من ربي سي القران. بالك غني سامح سيدي ربي وغني وفق ديال الحياه فيا اي مستغنى يا عزيزا هنشاخ ما يكتب ربي ذي لقيتايا في الادعيه للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني شي قلاني لا يطلبيث النبي صلى الله عليه وسلم سي ربي ذي رمضان. رمضان يا عزيزا انت ذيور الدعاء الصح ما غف، يعني الجونس كامل يعذل ولون كامل على القن غير سيدي ربي اش كامل يودان زومن ضقيضة هنا هذا مغربا هذا روح للجوامع هذا الله التراويح هذا الصراحة نقلي اذكرني للصحار هذا الزار المفجر، يعني ولون على القن سيدي ربي هذا لي الدعاء، يعني ذي الوقت الناس يحلى وذي رمضان أمزور وقلن ها نبذوي سمان شيخ في الأدعية النبي صلى الله عليه وسلم. بني هذه المسلم هذه مغرب أقلاني زوم ويخلض الوقت الفضار باش أنا هذه مغرب إنا في الله النبي صلى الله عليه وسلم متى هذيني ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، ويعني الصغيان الدعاء من يقلنا وثبت الأجر إن شاء الله، يعني المسلم يطلب ذي ربي باش انا يثبت الحسنه فيا ويثبت الاجر، يعني اقدر نزوم اس كامل انت ذي لاز ذي الغب اذي يخذ المغرب اذي يروح لاز واذي يروح الغلب واذي يروح الغب وذقي من الحسنات ذي الاجر اذي يطلب المسلم اقدر نزوم رب العالمين اذي يثبت الاجر يا ويثبت الحسنه فيا. والثانية قلناها في النظر سي الأدعية للنبي صلى الله عليه وسلم في رمضان قلنا يوصف الناس عائشة رضي الله في الناس ربي رضي الله عنها منه الناس ما يسخل داي ربي غير ليلة القدر، يعني إذا مبارك قلنا النبي صلى الله عليه وسلم إن أنزلناه في ليلة مباركة وإن أنزلناه في ليلة القدر إذا يا ذي العشرة ينقورا من رمضان أدياس بالك ذي 21 ذي 23 ذي 4 ذي 25 ذي رمضان 27 29 والغالب يتاستي 27 ذي ساقير سيسهوى ربي القرآن سيقلوي حق لن يحفظي ربي غير أجلنا ذي بيت العزة ذوق جنة هنديف ذا مبارك وذيس الدعاء ذي لي يستجاب إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم يوصى عائشة ما تهتيني ما صادف إذا ينبارك.